تتوخى الدورة الرابعة لمعرض سكن إكسبو 2017 التقاء مختلف الفاعلين والمنعشين العقاريين بالزبناء المعنيين بالعقار على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة. Le salon est une véritable plateforme donc d'échange entre. هذا المعرض هو منصة للتبادل بامتياز. نحاول من خلاله مقاربة مقاولات القطاع الخاص والمنعشين العقاريين وكذا عامة المواطنين على مستوى الجهة. فمعرض سكن إكسبو أصبح اليوم منصة للتبادل وتحيين المعلومات المتعلقة بالعقار. Donc comme je disais, c'est un véritable une véritable plateforme aujourd'hui. Le Sakan Expo est considéré comme une véritable plateforme d'échange et d'actualisation de l'information immobilière au Maroc. من جانبه قال رئيس المجلس الجامعي لمدينة سلا جامع المعتصم أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة للتواصل بين ساكنة الجهة والفاعلين المؤسساتيين العاملين في مجال التعمير. نساهموا في التنظيم ديال هذا المعرض اللي كيتنظم سنويا بالمدينة ديال سلا من أجل فتح المجال للمنعشين العقاريين والمساهمين في التهيئة ديال المدينة ديال سلا بل حتى في المدن ديال الجهة باش فعلا يتواصلوا مع الجمهور ديال المدينة ديال سلا المواطنين ديال مدينة سلا لتقديم المشاريع اللي تينظموها في المدينة وتقدموها في المدينة كما هي فرصة أيضا للتواصل مع الفاعلين العموميين خاصة الحضور ديال الوزارة المعنية بالإسكان والتعمير والمصالح ديال العمالة والمصالح ديال الجماعة والوكالات الحضرية. ويشمل تنظيم هذا المعرض الممتد على مساحة 5000 متر مربع عقد مؤتمرات ولقاءات من شأنها تعزيز التبادل ومنح كافة المعلومات لإنجاح مشروع عقاري أو استثماري.